انا شيخ الاجي لك هي من الفص من هي الفصائل منه. ترى هي بس فصيلين ها شايل السلاح وبقيه بالخمسين فصيل قاعدين ما لهم شغله ترى. هاي شنو؟ العاد ايش عبالك انت؟ هو المطلوب الاول السكرم الكعبي والنجباء وحزب الله ذول الاثنين. البقيه اللي يشتغلون دوله قاعدين مصفطين واي تصريحات ماكو وقاضيها فقط استنكارات وبيانات وحايرين هسه بمجالس العزاء غير شيء ماكو. وعلى مد لنزيد الموضوع ونسوي انه كذا، لكن ظهور حركات جديده وفصائل جديده والحكومه ساكته ولا لها موقف. ثاني شيء ارجع عليك نتنياهو هذا الارهابي اللعين اللقيط هذا اللي يرفع خارطه العراق سوريا ومسويها محور النقمه والذي لم يستثنى اي حدود جغرافيه من العراق من داخل البصره. صح. وين الحكومه؟ شو ما ردت ما قالت يا اخي؟ اول لو اكو حكومه عندها قياده واراده وتفكر بمنطق استراتيجي كان اليوم احنا عندنا حاله انذار قصوى، كان اليوم عندنا خطه طوارئ اكو في حال استهداف. لا للامانه اكو عندنا اجتماع لمجلس الاعلى للامن القومي في العراق، كان اجتماع لقيادات عسكريه اكو استاذ سيف. لا اكو صار عمليه حتى اخلاء لبعض المقار وما الى ذلك واجراءات امنيه صارت. اخويا هذه اجراءات ليست اجراءات على المستوى. لا انت لازم توصل رساله، اولا رساله كدوله عند احكينا كدوله لازم نوصل رساله انه عندنا القدرات العسكريه الكامله واحنا حاليا دخلنا هذا يعتبر كتهديد لسياده العراق. هذه الرساله العسكريه. الرساله الثانيه الرساله السياسيه، يعني تقصد كان لازم يعترضون من نيويورك على 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 الصوره اللي رفعت بحق العراق. عندنا اتفاق ومع الامريكان اتفاق ثنائي امني، دزعه السفيره الامريكيه كسياسه خارجيه. صح. تحكينا كسياسه خارجيه، شنو هذا التجاوز؟ انتم مو شركاء احنا وياكم، اذا اي تصرف واي خرق للاجواء العراقيه واستهداف قيادات عراقيه او منشئات تابعه للقوات العامه للقوات المسلحه سيكون تصرف لدينا ثاني. سووها؟ لا ما سووها.